مع استمرار تخوفات من موجات جديدة لفيروس كورونا، كشفت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 120 مليون حالة إصابة جديدة وأكثر من 2 مليون وفاة. تفاصيل الخبر تتابعونها معنا في نشرة أخبار المساء، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمراجعة الشاملة والحصر الدقيق لقطع الأراضي التي تم تخصيصها في السابق للأنشطة الصناعية ولم يتم استغلالها على النحو المأمول، ودراسة أفضل السبل للاستفادة منها في ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة، فضلا عن مواصلة جهود إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري صباح اليوم برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وشدد الوزير على البداية الجادة للفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمعاهد والالتزام بتطبيق نظام التعليم الهجين واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب، وأيضا الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من 2 أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية من 3 أيام إلى 4 أيام أسبوعيا وفقا لطبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة. ونتابع معكم أيضا، أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، وجاءت السيدة فاطمة سيد أحمد السيد من الإسماعيلية الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، والسيدة وفاء عبد الحافظ عبد المطلب من محافظة الوادي الجديد، والسيدة سعيدة إسماعيل رزق الأم المثالية على كفر الشيخ والثانية على مستوى الجمهورية. تلفزيون اليوم السابع أجرى هذا اللقاء مع السيدة فاطمة سيد أحمد الأم المثالية على مستوى الجمهورية بعد التكريم. نتابع. أحمد الورواري، فاطمة سيد أحمد الورواري، محافظة الإسماعيلية، محافظة الإسماعيلية، تل كبير، عزبة الزهراء. رحلة الكفاح كانت بادئة من الطفولة، من وأنا عمري لسه 6 سنين، وأنا ببدأ 6 سنين أو 6، يعني لما وصلت 6 ابتدائي كنت شايل أهم والدتي ووالدي والأسرة. أسرة كانت مكونة من 12 فرد، كنت بساعد الوالد في المباني، كان غفير نظامي والأجر لا يكفي إن هو مثلا يصرف على الأسرة. بدأت أساعد فيه في المباني والمحارة، كان شغلته المحارة والمباني مع الغفير النظامي يعني. لما كبرت وامتهنت المهنة مع الدراسة بقيت أشتغل بنا وبياض محارة واخد شغل لحسابي، أساعد الوالد وأصرف على نفسي في التعليم. ربنا كرمني في الإعدادية كنت بدأت أتعلم تصنيع طوب الأسمنتي وبيعه، بقيت أبيعه وأحقق ربح كويس لأسرتي وليا. دخلت الثانوي العام امتهنت مهنة التصوير الفوتوغرافي، كنت بفتح فاتحة استديو برضو تصوير فوتوغرافي، أصور حفلات وأعياد ميلاد، أصور بالليل وأشتغل في النهار وأذاكر، وكل الأمور ماشية معايا بانتظام. هي قصة ملهمة للسيدة فاطمة بالتأكيد. ننتقل معكم في نشرة أخبار المساء إلى أخبار العالم، وإلى الخبر الذي بدأنا به نشرتنا، حيث كشفت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 120 مليون حالة إصابة وأكثر من 2 مليون وفاة حتى 17 مارس الجاري. وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا يزال التطعيم أداة بالغة لا المساعدة في الوقاية من مزيد من حالات الإصابة والوفيات ومكافحة الجائحة. وفي السياق نفسه وفي المملكة المتحدة، نظم آلاف البريطانيون مسيرات حاشدة في شوارع البلاد احتجاجا على قرارات الحكومة البريطانية الخاصة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وأظهرت الصور آلاف المواطنين يسيرون في شوارع أو في شارع أكسفورد بالعاصمة لندن يحملون لافتات مناهضة للحكومة، كما اعتقلت الشرطة عددا من المشاركين في التظاهرات. ونختتم معكم نشرة أخبار المساء بأحوال الطقس. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار أيضا على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية. وإلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية نشرة أخبار المساء، نشكركم شكرا جزيلا على متابعتنا وإلى اللقاء.